نظمت بلدية مادبا الكبرى بالتعاون مع معهد مادبا لفن الفسيفساء ومؤسسة أوسكار وبدعم من الجامعة الأمريكية في مادبا مؤتمر مادبا السياحي الأول برعاية المحافظ جمال البدور وحضور الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة وذلك في الجامعة الأمريكية في مادبا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. مادبا كبيرة بأهلها وشأنها وقاماتها. قال محافظ مادبا جمال البدور إن مادبا مدينة سياحية متميزة تحتوي على العديد من المواقع السياحية الهامة وتستحق أن تلقى الاهتمام والرعاية بشكل أفضل. وأشار المحافظ خلال رعايته لمؤتمر مادبا السياحي الأول الذي أقيم في الجامعة الأمريكية في مادبا إلى أن مبنى السرايا التابع لوزارة السياحة بحاجة إلى العناية والرعاية بشكل أكبر كموقع تاريخي هام، مبيناً أن مادبا لا تزال ممراً وليست مقراً، مما يستدعي الاهتمام بها لتكون مقراً للسياح والإقامة بها. ولكن أنني مطلع على الوضع السياحي في مادبا، وكنا نضع الخطط الاستراتيجية لما يسمى بالأمن السياحي في يوم من الأيام، وما زلنا والحمد لله مع أخوتنا في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جميعها. مررت على معظم المناطق، من أجمل الأماكن السياحية موجودة في مادبا. أنا أتيت إلى مادبا في عام 81 تلميذاً مرشحاً، أحب مادبا وأعشق مادبا وأحترم مادبا وستبقى في ضميري حتى الممات. أهلاً وسهلاً بكم في رحاب الجامعة الأمريكية. عميد معهد مادبا لفن الفسيفساء الدكتور أحمد العمايري قال من جانبه إن عقد المؤتمر جاء لتنمية السياحة في المدينة انسجاماً مع الاستراتيجية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار للوقوف على متطلبات التنمية السياحية في المملكة، لافتاً إلى أن مادبا لها أهمية كبيرة ولا سيما أنها المدينة الوحيدة التي فازت بسنتين متتاليتين بحرفة الفسيفساء من منظمات عالمية، مما جعلها مدرجة على خارطة السياحة العالمية. لا يوجد مدينة في العالم فازت بمسابقتين متتاليتين إلا مادبا، لذا تستحق هذه المدينة وأهلها كل الرعاية والاهتمام لكون هذه المدينة موجودة على التاريخ وللعلم منذ 13,000 قرن قبل الميلاد. وهذا اكتشاف جديد أعلنه أمام الجميع بأن مدينة مادبا تعتبر أقدم مدينة في العالم تعود للقرن 13 قبل الميلاد. في حضرة الوطن تكبر الأشياء وتتنامى. كما ألقيت في جلسة الافتتاح العديد من الكلمات التي أجمع فيها المتحدثون على أن مادبا تعد شاهداً على التاريخ الكبير الذي يفخر به الأردن أمام العالم لامتلاك هذه المدينة مقومات جاذبة للسياحة العالمية. مادبا نموذج للحمة الوطنية، نحن أبناء هذا البلد الطيب نعرف تماماً وندرك كيف لهذه المدينة الطيبة وهذه المحافظة الطيبة مكانة خاصة لدينا، ليس فقط لتنوع وللحمة الوطنية التي تتميز بها، ولكن أيضا لقدرتها على التماسك والوقوف صفا واحدا من هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. الآن احنا نحاول انه هذه السياحة صنعت او حرفة السياحة في مدينة مادبا نجد لها استثمارات، نجد لها تسويق، نجد لها حلول من خلال هذا المؤتمر. الحلول اللي نخرج فيها إن شاء الله نحاول إنها تجعل من مدينة مادبا مدينة يعني مميزة في السياحة. إحنا الآن موجودين على الخارطة السياحية عالمية من خلال موقع اللي هو المسار الحج المسيحي من المقدس إلى جبل نيبو إلى كنيسة الرسل كنيسة الفسيفساء. إحنا نطمح الآن إنه هاي الحرفة أو الصنعة السياحية تكون فيها مردود على الدخل، على دخل المواطن. وأوصى مؤتمر مادبا السياحي عقب جلساته التي استمرت يومين بإعادة النظر بالتشريعات والقوانين المتعلقة بإدارة المواقع السياحية وشراكة الدولة مع القطاع الخاص وإنشاء صندوق إقراضي لدعم المؤسسات السياحية المتعثرة.
كما أوصى المؤتمرون بالتنسيق مع المكاتب السياحية لإطالة فترة إقامة السائح في مادبا، مشددين على إعادة النظر في الموروث الاجتماعي من خلال الصناعات اليدوية والأغذية الشعبية.